المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى الأخبار من فضائية الخرطوم وفي أبرز العناوين. الاتفاق على صيغة النهائية للإعلان السياسي بين الأطراف الموقعة والغير موقعة. ولاية الخرطوم والرعاية الاجتماعية الاتحادية تؤكدان الاهتمام بحماية الأطفال من الأمراض وتوفير الرعاية لمرضى السرطان. وللخرطوم يعلن اكتمال الأعمال الفنية لمحرقة التخلص السليم من النفايات الطبية والخطرة. حياكم الله وأهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار من فضائية الخرطوم. انعقدت سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الثلاثة الماضية برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بحضور نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو. وضمت هذه الاجتماعات الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه، وبعد نقاش مستفيض وبروح وطنية عالية واضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي، وتجرى الترتيبات لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة. أكد والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة أن الدولة تطلع بواجبها في حماية الأطفال من كل الأمراض وتقديم الدعم القومي والملموس لهم حتى مرحلة التعافي. جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة السرطان التي نظمتها الجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال مصابي السرطان. وتعهد والي الخرطوم بتخصيص مقر للجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال ومرضى السرطان، وأعلن التزام وزارة الصحة الولاية بإدخال الأطفال مصابي السرطان في البرامج المتوقعة من الدعم العالمي الذي يأتي للوزارة في القريب العاجل. وأشار إلى أن الاهتمام بالأطفال وعلاجهم يشكل أولوية لحكومة الولاية. وأشاد والي الخرطوم بالجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال أطفال مرضى السرطان، وأبان أن المجتمع يشارك في إسناد هذه الشريحة من الأطفال. من جهة أشاد وزير التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت باهتمام سلطات ولاية الخرطوم بالأطفال خاصة المصابين بمرض السرطان. الغرض منا كلها تقديم عون وإسناد للجهات التي تتحمل عبء معالجة الأطفال المصابين بالسرطان، وكذلك التوعية بمخاطر السرطان. نحن نحيي الجمعية ونقول نحن في ولاية الخرطوم نؤكد سندنا وعوننا ودعمنا للجمعية، والآن نحن التزمنا بتوفير مقر للجمعية، ووزارة الصحة ولاية الخرطوم أيضا أكدت التزامها التام بإدخال هؤلاء الأطفال في البرامج المتوقعة في برنامج عالمي ودعم عالمي متوقع في القريب العاجل تستفيد منه وزارة الصحة. الأولوية فيه حتكون لهؤلاء الأطفال. نحن نحيي المجتمع بقطاعاته المختلفة لأنه شارك ويشارك في إسناد هذه الشريحة من الأطفال. نحن نقول إنه واجبنا كدولة وكمجتمع إنه نحمي أطفالنا من كل الأمراض، وبيقدر الله سبحانه وتعالى إنه يصاب بمثل هذه الأمراض لا بد من أن نقدم عمل قوي وملموس في سبيل إنه نعالجه وحتى يتعافى. أنا بشكر كل الناس شاركوا في هذا اليوم، وبشكر الجمعية لتنظيم هذا المنشط لهذه الكيفية
بتعدد برامجه ومشاركاته. إلى ذلك شدد وزير التنمية الاجتماعية الاتحادية الأستاذ أحمد آدم بخيت على أن وزارته عبر منظومتها المتعددة حريصة على دمج برامج الأطفال، خاصة الأطفال المصابين بمرض السرطان. وبرهنوا هم من خلال هذا المنشط بأنه المجتمع المدني هو مكمل لجهد الدولة، وهو يعمل يد بيد مع الدولة لإنفاذ البرامج التي تعين مجتمعنا لتخطي الكثير من الصعاب. إحنا في مثل هذا اليوم يعني نحيي أيضا ولاية الخرطوم والأخ الوالي على هذا المشهد، ونتمنى أن تحزو كل الولايات حزو ولاية الخرطوم في الاهتمام بهذه الشريحة وفي تنظيم مثل هذه المناشط لتنبيه الناس بهذا بالأطفال وما يتعرضوا له، وضرورة رعايتهم وضرورة علاجهم والاهتمام بهم. وإحنا يعني في وزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية حريصين كل الحرص أن نهتم ببرامج الأطفال عندنا من خلال المجلس القومي لرعاية الأطفال. نرعى مثل هذه المناشط ونهتم بها، ونأمل في أن طفولتنا في السودان يعني تنال إن شاء الله أو تعيش مستقبل خالي من كل هذه الأمراض. شارك والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة في بطولة الاستقلال للسباحة المفتوحة تحت شعار لا للمخدرات، وذلك بدار الكشافة بالخرطوم. ويأتي ذلك في إطار حملة مكافحة المخدرات التي تنظمها ولاية الخرطوم عبر كل الواجهات والأنشطة التي يشارك فيها الشباب بكثافة، لجهة أنهم العنصر الأساس الذي تسعى الحملة لحمايته من خطر المخدرات. وأكد والي الخرطوم دعم الدولة للأنشطة الرياضية والشبابية لتحقيق هدفين: الأول توفير مواعين لاستيعاب طاقة الشباب في الرياضة لإبعادهم من أي ممارسة من شأنها أن تؤثر على سلوكهم، والهدف الثاني إعداد الشباب للمشاركة في المنافسات العالمية والمحلية لتحقيق أفضل النتائج. وامتدح الوالي جهود مجلس الشباب والرياضة لدعمه المتواصل لإنجاح الفعاليات الرياضية والشبابية، وقال إن الرياضة تتفرد بجمع وتوحيد شعوب العالم. وإذا كانت الرياضة تشتكي في كثير جدا من الاتحادات والأندية، فإن السباحة الآن بخير، وكما ذكر الأخ رئيس الاتحاد فهي الوحيدة التي حصدت الجوائز في المشاركات العالمية. لأننا نحيي كل أبطالنا اللي بيشاركوا في المناشط والمنافسات الدولية. نحن سعيدين جدا أنه ينظم هذا المنشط في هذا التوقيت، ونحن أحوج ما نكون لأن تقود الثقافة والرياضة هذا المجتمع، وهي الأقدر على توحيد السودانيين. نحن من جانبنا كحكومة ولاية إن شاء الله سندعم كل المجهودات لاتحاد السباحة حتى يتمكن من المنافسة وتنظيم المنافسات المحلية والمشاركة في المنافسات العالمية. من جانبه أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الأستاذ عوض حامد أن العام 2023 سيشهد تطورا كبيرا في البنى التحتية للمرافق الرياضية بمختلف مستوياتها. كل اتحاداتنا وأنديتنا مشاركة فعالة في محاربة هذا الداء اللعين الذي يستهدف القوة المنتجة في هذا البلد الحبيب. كذلك انتظمت كل اتحاداتنا وكل أنديتنا والمنظمات المجتمع المدني وأخواننا في الأجهزة النظامية بموضوع النظافة.
أعلن والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة عن اكتمال الأعمال الفنية والهندسية لمحرقة النفايات الطبية بمردم أبو ليدات غربي كرري، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الأيام القادمة كأحد الحلول الاستراتيجية التي اعتمدت عليها الولاية للتخلص الأمني من النفايات بأحدث الطرق العلمية المعمول بها عالميا. ووجه الوالي لدى زيارته اليوم لمصنع جي تي آي بالمنطقة الصناعية بحري الذي تعرض لحريق محدود في مخزني مخلفات التبغ بحضور المدير التنفيذي لمحلية بحرية الأستاذ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن وقادة الدفاع المدني، وجه بالتخلص من مخلفات المصانع أولا بأول لتفادي نشوب حريق يؤدي إلى أضرار في المنطقة الصناعية. وأشاد الوالي خلال زيارة بجهود قوات الدفاع المدني التي هرعت إلى مواقع الحريق وإخماده قبل الانتقال إلى مواقع أخرى. يذكر أن الحريق لم يوقع أضرارا في الأرواح والممتلكات الخاصة بالشركة. على صعيد منفصل، وقف والي الخرطوم على التدهور الكبير الذي وقع لحدائق شارع القصر والتي شهدت إهمالا كبيرا مما خلف تلفا في البنى التحتية للحديقة. إلى ذلك أصدر عددا من الموجهات لإعادة أعمار الحديقة باعتبارها أحد المتنزهات العامة بوسط الولاية. اعتذرت إدارة مستشفى أحمد قاسم للأطفال ببحري عن الخطأ غير المقصود الذي حدث لمصعد العناية المكثفة وقسم العمليات. وأوضحت إدارة المستشفى أن ما حدث مع أحد المرضى في مصعد المشفى نتج عن حمولة زائدة بالمصعد أدت إلى تعطله وخروجه عن الخدمة بسبب الاستخدام المكثف لمرافق المرضى رغم أنه مخصص فقط للمرضى. ونفت إدارة المستشفى أن الإهمال أو عدم وجود صيانة دورية هي السبب في ذلك، علما بأن القسم الهندسي موجود طوال اليوم داخل المستشفى للتأكد من كفاءة المصعد للمحافظة على أرواح المرضى والطاقم الطبي. ونوهت أن المريض الذي تعطل به المصعد لم يصب بأذى جسيم ما عدا بعض الخدوش في الأرجل، وهو الآن يتمتع برعاية طبية كاملة داخل المستشفى. في إطار زيارته لولايات شرق السودان، سجل وفد ميثاق شعب السودان برئاسة بروفيسور محمد الأمين أحمد إسماعيل زيارة خاطب خلالها حشودا كبيرة من الجماهير في مناطق أوليب وهامش كوريب وكراكون، حيث أجمعت الحشود على تأييد البروف لترشحه لرئاسة مجلس الوزراء في فترة انتقالية قصيرة تسود فيها روح العدل والمساواة بين الجميع بعيدا عن الحزبية والتطرف. بدوره أكد الشيخ سليمان علي بيتاي أحد قيادات شرق السودان وابن مؤسس خلاويها مشكوري بأن البروفيسور محمد الأمين يستحق المنصب بجدارة، وهو قادر على تقديم حلول منطقية لقضايا ملحة ورؤية سودانية واضحة كالتنمية ورفع عجلة الاقتصاد، وعبر عن سعادته بزيارة لما تمثله من دلالات تاريخية. فلذلك نعتقد أن هذا المكان الطاهر هو المكان الذي ندشن به هذا الميثاق، ونعتقد اعتقاد جازم أنه حل لهذه الفترة، الفترة المهمة جدا في تاريخ السودان. وإن شاء الله الأسبوع القادم الأكاديميون في جامعة النيلين يوم الثلاثاء سيجتمعون لتكملة هذا الإجراء ودفعه إلى الأمام للقيادة العليا في هذه البلاد تتخذ قرارات واضحة لأن تكون هنالك حكومة وبعدها تكون حكومة منتخبة. ونحن زي ما ذكر البروفيسور إن الفترة الزمنية التي أخذتها حكومة السودان ولم تشكل أي حكومة في فترة السابقة، وهم قاموا كعلماء، ونحن في إدارة الأهلية نؤيد هذا الترشيح، وخاصة نحن في جبال النوبة نقف وراه ونشيد في أذره. انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية للمدربين الأساسيين للمسح العنقودي
متعدد المؤشرات السادس والتي ينظمها الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بفندق الجراند هوليداي فيلا. وقال المدير العام للجهاز المركزي للإحصاء الأستاذ علي محمد عباس خلال مخاطبته فعالية الورشة اليوم إن المسحة العنقودية يعد أحد المسوحات الوطنية التي تم التخطيط لتنفيذها لتوفير بيانات حديثة لمجموعات من القطاعات والوزارات، وهي وزارة الصحة، التعليم والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للطفولة، قطاع المياه والكهرباء والبيئة والمرأة. وبان أن المسح الكبير يوفر كما هائلا من البيانات، وقد بدأ الإعداد للمسح منذ العام 2018 ولكن تعثر كثيرا، وحاليا بفضل الجهود ودعم الشركاء على مستوى الرئاسة والولايات. قال المدير العام للجهاز المركزي اليوم وصلنا إلى انطلاق العمل الميداني بدءا بهذه الورشة التدريبية التي يشارك فيها مديرو الإحصاء بالولايات والعاملون بإحصاء الولايات. وهو أحد المسوحات الوطنية اللي تم التخطيط لها لتنفيذها لتوفير بيانات حديثة لمجموعة من القطاعات والوزارات، وهي وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للطفولة، وقطاع الموية، وقطاع الكهرباء، وقطاع البيئة، وقطاع المرأة. فهو من المسوحات الكبيرة جدا التي توفر كم هائل من البيانات، وقد بدأ الإعداد لهذا المسح منذ العام 2018 ولكن تعثر كثيرا، ولكن الحمد لله بفضل الجهود وبفضل دعم شركاء التنمية الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة من منظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الغذاء العالمي، وكل الشركاء ساهموا في دعم هذا المسح، واليوم وصلنا لانطلاق العمل الميداني بدءا بهذه الورشة التدريبية التي يشارك فيها كل مدراء إحصاء الولايات والعاملين بإحصاء الولايات، وستعقبها ورشة تدريبية لتدريب العاملين في الميدان، ومن ثم ستنطلق عملية الحصر بعد قبل رمضان وتستمر حتى بداية رمضان، وسيتوقف العمل لشهر رمضان وسيبدأ مرة أخرى بعد رمضان للمسح الأساسي. أقيم بقاعة العلوم الطبية والتكنولوجيا المؤتمر الدولي الأول للبث الإذاعي، والذي يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للراديو بحضور عدد من قيادات العمل الإعلامي والإذاعي. وتحدث دكتور حافظ حميدة ممثل جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا وممثل الإذاعة الطبية لمناقشة قضايا الـFM، العقبات والمشاكل التي تواجه العمل الإذاعي، مؤكدا بأنهم يعملون على بث المعلومة والثقافة الصحية ومحاربة العادات الضارة، فيما استعرض المتحدثون التحديات التي تواجه البث الإذاعي بالسودان، وذلك بزيادة فرض الرسوم والضرائب على المؤسسات الإذاعية، وطلب المسؤولين إلى الاستماع لصوتهم بدعم العمل الإذاعي والذي يقدم خدمة للمجتمع في مجالات الثقافة والتوعية الصحية والترفيه. هذا وقدم بروفيسور علي محمد شمو الخبير الإعلامي محاضرة حول العمل الإذاعي والتقدم الذي أحرزه السودان في هذا المجال. إنه العملية دي إحنا بنحتفل بها، إحنا أحق الناس للاحتفال بهذا اليوم العالمي، لأنه إحنا من أقدم الناس اللي استخدمنا الراديو، ولم يكن بعيدا من استخدامه المنتظم إلا 19 سنة. إحنا مبادرين في أشياء كثيرة جدا، لكن خيبتنا إنما بنستمر بنفس المستوى بكل أسف. الراديو اليوم طبعا نتكلم لا حافظ، يعني حقيقة وضع القضية بتاعت الـFM دي هي الفرصة متاحة جدا للثورة بتاعت الـFM، ودي حاجة زي ما بيقولوا God sent، ربنا رسلها للعالم، اللي هي مخاطبة المحلات densely populated، و
يعني كل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بطبيعتها بتمشي بعيد يعني. فجات بديل الزول اللي اخترعها إدوين سنة كم وثلاثين حقيقة مات منتحر لأنه اخترعه ما استخدم، لكن العالم يستخدمه حساء. فالسودان ده ممكن يكون فيه مئات أو آلاف الإف إمز، ليس في الخرطوم فقط لكن في كل أنحاء العالم. بدأت بالخرطوم فعاليات ورشة مخاطر المخدرات والحد منها تحت شعار السودان خالي من التعاطي والإدمان في إطار مشروع مكافحة المخدرات بالتوعية والتأهيل، والذي نظمته منظمة تراث بالتعاون مع جامعة الرازي بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بقضايا مكافحة المخدرات. وقال نائب مدير جامعة الرازي دكتور فاروق محمد علي إن الورشة تهدف لنشر التوعية والتبصير بمخاطر المخدرات باعتبارها قضية مجتمع وواحدة من أكبر المهددات الأمنية والاجتماعية. من جانبه أكد مدير منظمة تراث دكتور علي حامد الطيب أهمية تعزيز وتقوية الشراكات بين منظمات المجتمع المدني وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية من أجل مكافحة المخدرات التي تهدد مستقبل البلاد. تضافر الجهود الرسمية والشعبية هي كان هدفنا في هذه الورشة، ومنها يعني ننطلق في مشروع كبير لمكافحة المخدرات بالتوعية والتأهيل. فهذا هو دور منظمات المجتمع المدني، أن نحرض المجتمع على أن يقوم بدوره أيضا إضافة للجهات الرسمية في المكافحة بالتوعية والتثقيف وأيضا التأهيل للمجموعات اللي استهدفت بهذه الطامة الكبرى. شهد ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور عبد القادر محمد حسن وعدد من المسؤولين ومدير الجامعات السودانية الاحتفال الذي نظمته جامعة النصر بمناسبة ترفيعها إلى جامعة. وامتدح مدير إدارة التعليم الأجنبي ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال حديثه جهود القائمين على أمر الجامعة ومثابرتهم حتى أصبحت مؤسسة كبيرة، مشيرا إلى مساهمة الجامعة الكبيرة في تطوير العملية التعليمية والأكاديمية، خاصة المساهمة في تخريج طلاب المتميزين في مختلف التخصصات فضلا عن مساهمتها في مجال البحث العلمي. من جانبه كشف المدير العام للجامعة بروفيسور عباد السراج عن افتتاح عدد من المجمعات العلمية، خاصة مجمع كلية الطب والجراحة فضلا عن المجمعات والتخصصات الأكاديمية المختلفة، تماشيا مع سياسة الدولة الرامية لتطوير مؤسسات التعليم العالي والاهتمام بالبحث العلمي. استحقاق لكل من أسهم معنا من أساتذة عمداء سابقين وخريجين وكل العاملين معنا، كل مؤسسات جامعة النصر من مجالس وإدارات وغيرها، نهدي لهم هذا الاستحقاق. وبحمد الله يعني صدر القرار من الأخ رئيس المجلس القومي للتعليم العالي والأخ وزير التربية والأخ وزير التعليم العالي واللي هو نفسه يعني وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف في 5 ديسمبر السنة الفاتت. أنا بقول السنة الفاتت عشان نوري للناس أنه نحن يعني هسه قدمنا ولغاية هسه يعني ما مارسنا سلطاتنا كجامعة إلى الآن. شكرا لكم أن أهديتم للبقعة المباركة مؤسسة كاملة راسخة، أشعلتم قنديلا وأسرجتم قنديلا مملوءا بالزيت نورا بإذن الله سبحانه وتعالى. نقول لكم مساهماتكم في التعليم في مدينة أم درمان، هذه المدينة المباركة المجاهدة، وفي السودان عموما غير مسبوق. تم اليوم بجامعة الزعيم الأزهري الاحتفال بتدشينية تصفيات النصف النهائية لمسابقة هوب برايز بالجامعة بحضور رئيس قسم البحث العلمي بالجامعة
إلى جانب لجنة التحكيم والمسؤولين بمؤسسات التعليم العالي المختلفة. وقالت مديرة الحرم الجامعي بمسابقة هالت برايس بجامعة الزعيم الأسرية أسماء مدثر إسماعيل إن المسابقة تهدف لإبراز المواهب والإبداعات الطلابية والتشجيع على الابتكار فيما يتعلق بمشروعات ريادة الأعمال المجتمعية والتي تحدث أثرا إيجابيا في المجتمع، مشيرة إلى أن المسابقة تم من خلالها إعلان 10 فرق متأهلة لمرحلة النهائيات بجامعة الزعيم الأزهري. المشاريع دي واختيار 10 مشاريع بس عشان ما تتأهل وتنافس في المرحلة النهائية. من المرحلة النهائية حيتم اختيار فريق واحد يمثل اسم الجامعة الزعيم الأزهري واسم السودان على مستوى الإقليم. في المرحلة الإقليمية بتتنافس الفرق عشان تتأهل لمرحلة مسرعة الأعمال اللي هي حتكون السنة دي في البرتغال، وبعدها بتتأهل 6 أيام للمرحلة العالمية أو النهائية اللي هي حتكون في باريس. الفريق الفائز الأول على مستوى العالم بيفوز $1,000,000 عشان ما ينفذ مشروعه على أرض الواقع. طبعا جامعة الزعيم الأزهري بتدعم البحوث العلمية اللي بتدعم رواد الأعمال، والآن باستضافتها لهذه التصفية ده إشارة واضحة لتبني الجامعة لمثل هذه المشاريع، وهي حتكون إن شاء الله ضمن برامج مستقبلية. في برامج مستقبلية حيكون الهدف منها توصيل البحوث العلمية لمشاريع منتجة تحقق خدمة للمجتمع وتخدم أهداف التنمية المستدامة. هول برايس هي بس ما مسابقة، هي بتهتم بأهداف التنمية المستدامة. نحن كحكام يعني أكثر حاجة من مهمتنا إنه نعمل تحكيم للناس المشاركين، دي أول مرحلة على مرحلة الجامعات، بعد ذاك التصفيات بتكون على مرحلة الإقليمية. تمكنت قوات الدعم السريع بولاية وسط دارفور من ضبط كمية حشيش بنجو بوحدة إبطاء الإدارية. وقال اللواء علي يعقوب جبريل قائد قوات الدعم السريع بوسط دارفور إن الضبطية جاءت بعد تلقي بلاغ لمجموعة تعمل في الاتجار بالمخدرات تحركت على إثره قوة من الدعم السريع تمكنت من قتل أحد عناصر الشبكة وتوقيف آخرين، واحتسبت قوات الدعم السريع أحد منسوبيها. من جانبه أشاد والي ولاية وسط دارفور بدور قوات الدعم السريع والقوات النظامية المشتركة في محاربة المخدرات والظواهر السالبة التي تعمل على تدمير الشباب وتخريب الاقتصاد الوطني. ختاما للأخبار من فضائية الخرطوم، أعود وأذكر بما جاء في صدرها من عناوين. الاتفاق على صيغة النهائية للإعلان السياسي بين الأطراف الموقعة والغير موقعة. ولاية الخرطوم والرعاية الاجتماعية الاتحادية تؤكدان الاهتمام بحماية الأطفال من الأمراض وتوفير الرعاية لمرضى السرطان. وللخرطوم يعلن اكتمال الأعمال الفنية لمحرقة التخلص السليم من النفايات الطبية والخطرة. وبهذا تكملت الأخبار من فضائية الخرطوم، شكرا لمشاهدتكم ومتابعتكم وإصغائكم، تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.